بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم موفق علي. زمايلنا طبيعي ان احنا دلوقتي نعمل فيديو كده، يعني نشرح موضوع حجز امتحان دبلومة معايير التقارير المالية الدولية. لو حضراتكم فاكرين، يعني كان في فيديو موجود على القناة كده، كنا عاملينه سوا مع بعض كده يوم 23/2/2020. كان بيقول ايه؟ بص، بشرى سارة، تكلفة امتحان الدبلومة في مصر واخر امتحان بالورقة والقلم. يعني ايه ده؟ يعني بين بيبر، يعني كانوا بيقولوا ان هو في 12 هيبقى ان شاء الله، على كلامهم. يعني هم دايما يقولك احنا بندرس ان احنا نعمل كذا، ما بيجزموش الموضوع. على كلامهم ان هو كان بيقولك شهر 6 كان هيبقى اخر امتحان بين بيبر، وبعد كده هيبقى كمبيوترايز. فده كنا بنتكلم مع بعض ان احنا كان في يعني تخفيض كويس، وشفنا ان في خلال الفيديو ده، لو ممكن حضراتكم ترجعوا له، ازاي ان انت تقدر يعني تحجز من مصر حتى لو انت بره مصر. وفي زمايلنا يعني ربنا ينجح الجميع كده برضو، حتى يعني قدروا يحجزوا بالتخفيض اللي هو موجود يعني. طيب ده شيء جميل. بعد كده الحكاية تطورت بقى، ولو فاكرين حضراتكم بدأت في حوالي 10/3 موضوع ان تصنيف كوفيد 19 على انه جائحة دولية، ويعني ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا يعني من الموضوع ده. ففيروس كورونا تسبب هنا في الغاء امتحانات جون 2020، وبرضو كنا عملنا فيديو لو حضراتكم شايفين هنا كان في 29/3، لان الاس سي بعتت للناس كلها قالت احنا كنسلنا امتحان جون بتاع الدبلومة، مش الدبلومة بس يعني، حتى اغلبية الشهادات اللي هي بتديها يعني البيبرز طب هل هو هيتأجل؟ لا، ما قالوش ساعتها، كانوا بيقولوا كانسل. يعني حتى نص الخطاب او نص الايميل انا كنت قريته لحضراتكم في الفيديو برضو موجود على القناة بتاعتي برضو. يعني زي ما قلت كده، الفيديو الاولاني موجود بتاريخ 23، اللي هو مكتوب عليه بشرى سارة تكلفة امتحان الدبلومة ده 23/2، وموضوع الغاء الامتحان ده برضو بناء على الجوابات بتاعتهم او الايميلات اللي اتبعتت للناس. برضو الفيديو موجود بتاريخ 29/3/2020 على نفس القناة بتاعتي هيت. فيروس كورونا تسبب في الغاء امتحانات الاس سي اي بتاعت جون 2020. طيب دلوقتي زمايلنا ربنا يوفقهم ويوفقنا جميعا، دلوقتي بيقولك دلوقتي اللي كانت قال ساعتها ان اللي دفع او اللي حجز ما يقلقش، لان حتى لو احنا لغينا، هم كانوا بيقولوا ما قالوش هيتأجل، هم كان كلامهم في الايميلات هيتكنسل، وده اللي قرينا لحضراتكم بالظبط الايميلات اللي جت للناس يعني، وللناس اللي حاجزين، والناس اللي الطلبه والناس اللي بنشرح لهم. قال لك حتى لو انت حجزت وامتحان جون اتكنسل، هنرجع لك الفلوس بتاعتك حتى على الفيزا كارد بتاعتك، يعني حسابك في البنك ما تقلقش هيرجع له. دلوقتي الناس يعني بالتوفيق ان شاء الله بتقول لك دلوقتي احنا عايزين طب نخش امتحان 9، لان هو دلوقتي قال لك مش هنقعد بقى نستنى لغايه امتحان 12/2020، لا، في 9 ان شاء الله امتحان. فازاي نحجز او ازاي، هل هيبقى نفس الاسعار ولا لا؟ فتعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل على الموقع بتاعهم تاني ونشوف بقى. يعني الفيديو ده معمول علشان كده، علشان نشوف يعني ايه جديد دلوقتي. خلاص ناس عملنا الفيديو الاولاني قلنا لهم ازاي تحجزوا بتكلفه يعني قليله، وعملنا الفيديو التاني لما هم بعتوا وقالوا هيتلغي بسبب كوفيد 19، تمام. دلوقتي الفيديو ده بنتكلم في الناس اللي هي حجزت وفلوسها رجعت، هل تقدر تحجز في شهر 9؟ تقدر، وبكام؟ بنفس التكاليف. تعال نشوف اهو، لما تكتب هنا accaglobal.com هيفتح لك الصفحه الرئيسيه بتاعتهم، هتخش زي ما احنا متعودين على اور كواليفيكيشن اكاونتنسي كواليفيكيشن، تفتح لك الصفحه دي الاكاونتنسي كواليفيكيشنز اهي. طبعا احنا بننزل لغايه ما نلاقي شهاده الديب اي اف ار، عندنا دي السيرتيفيكيت بتاعت المعايير، وادي الدبلومه. بتدخل هنا بقى بتدوس ريد مور عشان تشوف التفاصيل. التفاصيل بتاعتنا ايه؟ معلش احنا تقريبا انا خرجت، ادينا احنا كده دخلنا تاني اهي على الدبلومه،
ادي الصفحه بتاعت الدبلومه على موقع الاي سي سي اي. يعني الكلام ده كنا قلناه قبل كده ان هي هدف الكورس ايه، ان انت تفهم المعايير ولمين والشروط بتاعته، ان انت لو ما انطبقتش عليك الشروط ان انت مثلا 3 سنين ومش عارف ايه ممكن تاخد السيرتيفيكيت لان ما فيهاش شروط. والحاجات دي قلناها بالتفصيل، هتلاقوا حضراتكم فيديوهات على القناه بنشرح الكلام ده كله بالتفصيل. وان انت مش محتاج ان انت تجيب بس 50% او يعني 15% يعني 50% بس، يعني تعدي نص الامتحان هتنجح ان شاء الله. مش زي مثلا السي اي اي محتاج تجيب 80% ولا شهادات اخرى يعني ليها نسب عاليه. وقال لك ادي الامتحان هو امتحان واحد 3 ساعات و15 دقيقه. 15 دقيقه بيقول لك ان انت يعني تبدا ان انت تخطط للامتحان بتاعك. الامتحان 4 اسئله، كل سؤال يعني سيكشن 1 25 درجه وسيكشن بي 3 اسئله 75. طيب تعال نشوف ادي كل دي ايه، دي التابز بتاعه يعني احنا كل ده في ايه في الـ في الـ في صفحه الدبلومه على الاي سي سي اي. طيب الامتحان ان شاء الله امتى؟ بدل جون اهو بيقول لك امتحان جون او ذا جون 2020 اكزام فور ذا دبلومه ان انترناشونال فاينانشال ريبورتنج هاز بين بوستبوند. يعني كلامه من ساعتها ان هو اتكنسل، بس هو دلوقتي بيقول لك تم تاجيله لامتى؟ انتيل سبتمبر. بسبب ايه؟ بسبب كوفيد 19 بانديميك، جائحه كورونا فيروس ديزيز اللي تم اكتشافه 2019 ده. ذيس اكزامز طبعا يعني هو اكتشف في 2019، بس منظمه الصحه العالميه ما قالتش ان اعترفتش بيه ان هو وباء، ومش ايبيديميك بس وباء محلي، لا وباء جائحه دوليه. والكلام ده في شهر 3 2020. فحتى الخناقه اللي بين امريكا ومنظمه الصحه العالميه والصين ومش عارف ايه على القصه دي. فكذلك الاي سي سي اي معذوره، يعني بعد شهر 3 الناس كانت حجزت، وفين يعني في اخر 23/3 ولا حاجه 20/3 لما حتى تاريخ الفيديوهات اللي احنا سجلناها مع حضراتكم قالوا بقى ان مش هينفع ان انت يبقى في جائحه عالميه والناس خايفه والناس قفلت مصانعها وشغلها وبتاع، وفي ناس فقدت وظائفها، وربنا يعني يحفظ الجميع ويعوض الجميع ان شاء الله ويعدي الموضوع على خير. وتبقى انت نازل تمتحن في سنتر مثلا في ناس كتير وفي مكان مقفول، والعياذ بالله واحد بس ممكن يعدي. طبعا كله بقدر الله، ولكن الاحتياط واجب. طيب فلذلك بعد شهر 3 2020 هم قال لك الحكايه دي، ان احنا بقى هم كانوا بيقولوا الغاء كامل، بس هو دلوقتي بيقول لك هو بوست باند على الموقع بتاعهم، واحنا دلوقتي لايف على الموقع. This exam will be available. دلوقتي الوضع ايه واحنا في شهر 5؟ احنا دلوقتي في 5/2020، خلاص ما بقاش 6 اتلغى، بس هو دلوقتي قال لك تاجل بقى من 6/9. افيلبل تو بوك فروم ايه؟ من 5 مايو، من يوم 5 مايو. احنا دلوقتي كام؟ احنا دلوقتي البتاع بتفتح 6 مايو، احنا النهارده تقدر تحجز النهارده ان شاء الله. زمايلنا اللي كانوا معانا في كورس الدبلومه يعني ربنا يوفقهم عايزين دلوقتي يحجزوا، بيقول لك نفس الكلام ولا لا؟ ايوه ادي 5 مايو الامتحان ممكن ان هو تبدا تحجز، وان هو ان شاء الله متوقع في يوم الجمعه، ودايما بيختاروا يوم جمعه 11 سبتمبر. 11 سبتمبر ده تاريخ رهيب بالنسبه لامريكا وبتاع، ولكن هو يعني توافق كده عندهم وقال لك خلاص يكون ان شاء الله تكون الدنيا هديت وتقدر تحجز. تمام، خد بالك من التايم زون بتاع البلد بتاعتك، طبعا كل واحد في البلد بتاعته بقى، وتعالى قول لي الفيز، هادي الفيز بتاعتك والابلكيشن بتاعتك. نفس الكلام لو انت رافع ورق، الورق بتاعك هو لازم يترفع عادي، مفيش اي مشاكل زي اللي كان حاصل. هنا بقول لك اهو دي باي فايل اكزام ديو تيك بليس من جون 2020 has been postponed and until سبتمبر 2020. نفس الكلام نيو ستودنت ماست ريجستر باي كام؟ الجديد لازم يلحق يسجل قبل 13 جولاي 2020، قبل 13/7 ان اوردر تو انتر ذيس اكزام، عشان يقدر يدخل في امتحان كام؟ سبتمبر 2020. انما اللي قبل كده واحد قديم وكان رافع الورق بتاعته خلاص فلوسه رجعت وبتاع، خلاص
ايه الفيس بتاعتك؟ نفس الكلام اللي احنا كنا قايلينه مثلا لما احنا قلنا ان انت نفس. بص احنا دلوقتي لما دوسنا على الفيز فور كواليفيكيشن فافتتح لنا الصفحه دي. الصفحه دي فيها ايه؟ احنا برضو قبل كده كنا في الفيديو بتاع بشرى ساره ده كنا قلنا ان انت تقدر تدخل على مصر وهو لو انت حتى في السعوديه، ممكن حد مثلا بيحجز لك من هنا ولا حاجه عشان تقدر تاخد الخصم، تقدر ان انت تدخل وتشوف البرايسز بتاعت البلد بتاعتك. تمام؟ هل انت في الكواليفيكيشن مثلا الشهاده الكبيره بتاعتهم ال 13 ماده ولا لا؟ احنا بنتكلم في الدبلومه. نفس الكلام بالظبط اهو، زي ما قلنا اهو $45 اللي هو الانيشال ريجستريشن والامتحان بتاعك الفيز 117. ده اللي كانت حجز، ده اللي كانت حجز، وكان بيقول لك لغايه 13 ابريل عشان تبقى بهذا الحجز، وده الجديد ان شاء الله. فنفس ادي الاسعار اهي بتاعت ايجيبت، خد بالك دي بتاعت ايجيبت، كل واحد في بلده بقى، او يعني اللي هو جنسيته حسب جنسيته وحسب بلده يشوف الاسعار بتاعته. بس ده اللي احنا اتكلمنا ساعتها، قلنا ان كان في تخفيض يعني عن الاول، وما زال هو ما زال التخفيض هو، مفيش اي جديد. نفس الكلام زي ما حضرتك حجزت في شهر 6 مثلا، هو ده نفس الكلام اللي هو بيقول لك عليه ان شاء الله، ده اللي هيبقى موجود في حجزك ل 11 سبتمبر. بس طبعا زي ما اتفقنا ان انت، او يعني زي ما قلنا قبل كده وزي ما هم كلامهم، انا ما بقولش حاجه من عندي، انا بقرا من الموقع. ما هو بيقول لك ان انت لازم تكون رافع الورق بتاعك، يعني انت مش هتطلع تخش كده الفيزا كارد وتدفع وخلاص، لا انت لازم تكون مستوفي الريكويرمنتس. ايه الريكويرمنتس دي؟ ان انا معايا بكالوريوس، ان معايا بعت لهم صوره الباسبور عشان في اسمي بالانجلش، البطاقه مثلا مش هتنفع. تمام؟ ايه تاني؟ زي ما قلنا كده الثلاث سنين خبره، او الـ الـ لو انت معاك السيرتيفيكيت، شهاده السيرتيفيكيت وسنتين خبره، يعني الحاجات دي، ادي الريكويرمنتس، وبعد كده تدفع بالفيزا كارد بتاعتك وتبقى كده ايه، تنتظر ان شاء الله الامتحان في 11 سبتمبر 2020 وعلى خير ان شاء الله وبالنجاح ان شاء الله، و يا رب بالتوفيق. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.